السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردت بإذن الله سبحانه وتعالى أن أجيبكم ما هي أضرار أو ما هي مخاطر زراعة الأسنان للأسف أعزائي. بداية أعزائي، تتضمن المخاطر عديدا من الأمور. بداية تتضمن التهاب في مكان الزراعة وإصابة أو تلف كبير في البنيات المحيطة مثل الأسنان المجاورة وأيضا الأوعية الدموية الأخرى، والتي قد تسبب تلفا كبيرا جدا في الأعصاب، والذي ذلك قد يسبب آلاما والشعور بخدر أو وغز في الأسنان الطبيعية الأخرى أو في اللثة أو بالشفاة أو الفك خصيصا أعزائي، أو الذقن كما نعلم. بالتالي يجب أعزائي أن تستفسروا جيدا حول هذا الموضوع، وأتمنى لكم السلامة والعافية، وإلى اللقاء.